حول مجريات عمليات تصويت المصريين بالخارج بينضم إلينا مباشرة أو تنضم إلينا ضيفتنا الكريمة الباحثة بالآلاء برانية، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الوطنية. يعني بعد التحية أستاذة ولاء، كيف رصدت عمليات البحث عندك هذا المشهد الانتخابي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. احنا على متابعة مستمرة مع مجريات العملية الانتخابية في الخارج، بنتابع الوضع متابعة مستمرة ودقيقة. قدرنا نرصد في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤشرات أولية حول اليوم الأول. كان الحقيقة كان في إقبال واسع على اليوم الأول من المصريين بالخارج في المقرات الانتخابية الممثلة في 137 مقر انتخابي على 121 دولة. كان في إقبال واسع من الدول المصريين في الخارج في الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، الأردن، الإمارات، وطبعا الكويت وسلطنة عمان. كان في معدلات مشاركة للناخبين المصريين في الخارج أعلى نسبيا في الدول العربية عن الدول الأوروبية، وده يمكن إن احنا نرجعه لأن كان يوم الأجازة يوم الجمعة، كان عطلة رسمية في الدول العربية، لكن احنا متوقعين إن الدول الأوروبية تشهد على مدار اليوم وعلى مدار الغد مشاركة واسعة من الناخبين المصريين في الخارج، خاصة وإن يوم الأيام الأجازات موجودة في السبت والحد في معظم الدول الأوروبية. نعم، يعني في تقديرك أستاذة آلاء، ما هو الجانب الإيجابي أو التأثير الإيجابي لمشاركة المصريين في الخارج في هذا المشهد الانتخابي؟ خلينا نتكلم الاول عن الفئات المشاركه في مجريات الانتخابات الرئاسيه في المصريين بالخارج. فهي فئه الشباب هي الطاغيه على الممثله في الانتخابات على مدار اليوم المنصرم وعلى مدار النهارده. نعم. فئه الشباب بتشهد اقبال واسع على المقار الانتخابيه، في وجود متميز ايضا لكبار السن وللسيدات ولذوي الهمم. صحيح. الحقيقه رصدنا من اللحظه الأولى إقبال واسع من جميع أطياف المصريين بالخارج، بذوي الهمم، بكبار السن. نعم. بالسيدات. كان في مشاركة واسعة ومتنوعة. لم نشهد إلى الآن أي خروقات انتخابية على مدار اليوم المنصرم وعلى مدار اليوم، لم نشهد أي مخالفات انتخابية. وده بيدل على إن متابعة الهيئة الوطنية متابعة عن كسب ومتابعة دقيقة لمجريات العمل الانتخابي. نعم. وإن هي بترصد أول بأول العقبات وبتذللها باستمرار. من المداخلات السابقة لمنسقي الحملات في مختلف الدول أستاذة آلاء، كان هناك فكرة التضافر ما بين الدول بعضها وبعض، أو المصريين بعضهم ببعض في مختلف الدول. يعني كنا نظن أن كل حملة قائمة في بلد معين هي قائمة على هذه البلد فقط، ولكن رأينا وشاهدنا هذا التضافر ما بين الدول بعضها البعض. هل تسمعيني أستاذة آلاء؟ عذرا أنا ما سمعتش السؤال. نعم، سوف أعيد عليك السؤال مرة أخرى. في المداخلات السابقة رأينا وشاهدنا تضافر منسقي الحملات المختلفة ما بين الدول بعضها البعض، يعني ليس كل حملة تقوم في دولة بعينها. بالضبط. عايزه اقول لك ان ده نتيجه لان وزاره الهجره قايمه بدور مهم جدا من شهور قبل الانتخابات الرئاسيه. كان في تعاون مثمر وتواصل مستمر ما بين وزاره الهجره وما بين الجاليات المصريه الموجوده على مختلف الدول العربيه والدول الاوروبيه. كان في بتنظم مؤتمرات بتجمعهم وبتنظم جروبز بيتكلموا عليها وبيشاركوا طموحاتهم واحلامهم في الدول دي، فهم من قبل كده وهم متضافرين ومتعاونين. فده نتيجة لاستثمار وزارة الهجرة على مدار سنوات قبل كده في تجميع المصريين بالخارج. ولكن خلينا نتكلم عن المشاركة الواسعة برضو من المصريين بالخارج، ليها دلالات. يعني احنا بنتكلم عن ان الدولة المصرية بتجني ثمار ما فعلته. نعم. في السنوات القليلة الماضية تجاه المصريين بالخارج.
ان الدوله المصريه كانت دايما على تواصل مستمر مع المصريين بالخارج لمعرفه طموحاتهم معرفه امالهم، بل ان هي جعلتهم شريك اساسي في التنميه في الدوله المصريه، قدمت لهم المبادرات الوطنيه، قدمت لهم مبادرات اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه على الجانب الاجتماعي. مثلا احنا بنتكلم في مبادره تسويه الموقف التجنيدي، بنتكلم في مشروع بيت الوطن اللي قدم اكثر من 7000 وحده سكنيه واكثر من 17000 قطعه متميزه في المدن الجديده للمصريين بالخارج. مبادره اجتماعيه زي ان الدوله المصريه دشنت اول تامين اجتماعي للمصريين بالخارج بيغطي حالات الوفاه وحالات الحوادث وبيصرف ليهم التعويضات المناسبه. كل دي حتى على مدار على اساس الدارسين في الخارج، قدمت لهم الاستراتيجيات المختلفه زي استراتيجيه الدارسين في الخارج لسنه 2021، حتى مكنتهم سياسيا وجعلتهم جزء من العمليه السياسيه في الداخل المصري بتمكينهم من 8 مقاعد في البرلمان. ده استثمار واسع على من الدوله المصريه قدمته للمصريين في الخارج على مدار 10 سنين فاتت، بتجني ثماره الان في ان احنا نبقى موجود الحشود المصريه اللي موجوده والتوافد المستمر الكبير اللي موجود على اللجان الانتخابيه على مدار اليوم اللي فات وعلى مدار الايام القادمه ان شاء الله النهارده وبكره. استاذه علاء، يعني نقدر نقول ان درجه الوعي السياسي والالمام باولويات الوطن خلال الفتره المقبله تتجسد في هذه المشاركه خاصه وتحديدا المصريين في الخارج؟ بالطبع ده كلام حضرتك طبعا مظبوط، ولكن الوعي السياسي مش بيتشكل كمان من يوم وليله، ولكن هو يسبق مؤشرات اتحدث موجودة عن نقطه نعم موجودة، ولكن اتحدث عن نقطه اولويه الاهتمامات عند المصري في الفتره القادمه. بالطبع بعد الحرب على غزه، على قطاع غزه والاحداث المؤسفه اللي العالم كله شاهدها، اصبحت اولويات المصريين موجوده في الخارج او في الداخل هي ادراك مسؤوليتهم تجاه مهددات الامن القومي وادراك اهميه الحفاظ على كينونه الدوله المصريه. ده خلى اصلا جزء من البرامج الانتخابيه او المرشحين للرئاسه اللي موجودين على الساحه يعيد تنظيم برامجه الانتخابية بصورة تتواءم مع الأحداث الجارية. فلو بصينا على البرامج الانتخابية للمرشحين للرئاسة حاليا هي كانت بتعتمد على الجزء أو بتعتمد على تقديم حلول اقتصادية في المقام الأول قبل الأحداث الطاغية في غزة، ولكن بعد الأحداث العالمية دي أصبحت أعادوا أولوية القضايا وأعادوا أولوية ترتيب القضايا طبعا بالطبع، فبقت قضايا الأمن القومي على مصاف الأهمية أكتر من القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية اللي بتواجهها الدولة في الداخل المصري. صحيح. كيف يمكن للصوت المصري يعني سواء كان في الداخل أو في الخارج رسم السياسة المصرية، خاصة وأن مصر بلد كبير وكل العالم ينظر إليها ودائما ينتظر إلى ما تصبو أو إلى ما تصل إليه مصر؟ الحقيقه ان كلنا لازم نشيد بجهود الدوله في ان هي تقوم او ترتب عمليه انتخابيه نزيهه وعلى قدر كبير من الشفافيه والنزاهه امام العالم كله في ظل تحديات اقليميه وتحديات عالميه بتواجه الدوله. مهددات امن قومي موجوده بتحيط بالدوله المصريه في حدودها. احنا بنتكلم ان كان في اصوات قبل الانتخابات الرئاسيه بتتعالى حول الغاء الانتخابات الرئاسيه والالتفات فقط لقضايا الامن القومي، ولكن في ظل تلك التحديات الدوله المصريه قامت بدورها على اكمل وجه سواء على المصريين بالخارج او حتى الترتيبات المسبقه اللي بتقوم بها الهيئه الوطنيه للانتخابات دلوقتي في الداخل لتنظيم الانتخابات لسير الانتخابات في الداخل. الحقيقه كل ده بيؤدي رساله مهمه للعالم كله ان الدوله المصريه حريصه على ممارسه المواطن المصري حقوقه الدستوريه حتى في ظل تحديات اقليميه وتحديات عالميه. اما لو هنتكلم عن تشكيل الوعي المصري او تشكيل وعي المواطن المصري، فاحنا بنتكلم عن سنين طويله بذلتها
الدولة المصرية على مدار 10 سنين في تشكيل الوعي السياسي المصري. بنتكلم عن تمثيل أكتر للشباب في البرلمان، وبنتكلم عن تمثيل أكبر للشباب في مؤسسات الدولة. برامج تدريب للشباب كانت واخدة حيز كبير من الدولة المصرية، سواء في الأول برنامج الرئيس لتأهيل الشباب للقيادة اللي ضخ كتير من الشباب أو عدد كبير من الشباب على مؤسسات الدولة، بعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب واللي كان ليها دور كبير في تشكيل الوعي السياسي. نعم. الدولة أفرضت مساحة كبيرة للعمل السياسي المحترم والعمل الأهلي، وأفرضت مساحة كبيرة للممارسة الحزبية. بنتكلم كمان على أن وجود الحوار الوطني في الشهور اللي فاتت ده كان أكبر دليل على أن شبابنا على وعي وعلى قدر كبير من الوعي، خرج من الحوار الوطني اللي كان بيضم كل القوى السياسية، قوى المعارضة. حصل حوار محترم ومتحضر وخرج بنتائج مهمة، ده كان ليها انعكاس على حتى الانتخابات الرئاسية اللي بنعيشها دلوقتي، لأن الحوار الوطني كان من أهم الرسائل اللي واجهها أن هيبقى فيه انتخابات رئاسية بتتمتع بقدر من النزاهة والشفافية، وده خلق طمأنينة عند القوى المعارضة، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في وجود 4 مرشحين ذو تيارات مختلفة، ذو أفكار مختلفة، أيديولوجيات مختلفة، موجودين على الساحة المصرية في الماراثون الانتخابي. ده طبعا زخم سياسي، المفروض ان المصريين في الخارج كان على قدر الوعي ان هم يحترموا هذا الزخم وينزلوا. كمان مسؤوليتنا في الداخل ان احنا نحترم هذا الزخم الموجود ولا نفقد خطوه ترجعنا تاني للوراء، لان في خطوات كتيره هتحصل بعد الانتخابات الرئاسيه. عندنا انتخابات برلمانيه قريبه، عندنا انتخابات في المحليات، عندنا انتخابات في النقابات. فاحنا مش الخطوات نرجع الطبيعية. خطوه لورا، لكن احنا عاوزين بالضبط عايزين نخطو الخطوات الطبيعية نحو بناء عملية ديمقراطية كاملة الأركان. نعم. نتحدث عن الآثار، أو تحدثنا عن الآثار الإيجابية للمشاركة الإيجابية أيضا في المشهد الانتخابي على الأفراد، ولكن إذا تحدثنا عن إيجابيات المشاركة على المجتمع ككل. الحقيقه المشاركه على المجتمع ككل، ان احنا اولا ده حق دستوري بيكفله الدستور للمواطن المصري، فهو يتمتع على قدر كبير من المسؤوليه ان هو ينزل. احنا بنتكلم على فئه كبيره من السيدات مفترض ان هم ينزلوا في الداخل المصري، ان احنا خلي بال حضرتك ان احنا عندنا في تباين في التمثيل في الانتخابات الرئاسيه، سواء في مصريين في الخارج او في الداخل. فاحنا لما بنيجي نتكلم على انتخابات المصريين بالخارج، فاحنا بنرصد اكتر فئه الشباب، لان هي موجوده بكثره في العمالة المصرية أو سواء دارسين في الخارج في الدول الأوروبية أو الدول العربية، فبيتم رصد فئة الشباب بشكل أكبر. ولكن احنا بنعول على المرأة وعلى النساء المصريات في النزول للانتخابات في الداخل. والحقيقة الدولة قدرت تستثمر كتير من الوعي في المرأة المصرية خلال السنين اللي فاتت، قدرت تمكنها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بحيث ان هي تبقى حاسة بالخطر وحاسة بمهددات الأمن القومي. احنا عندنا حتى المرأة المصرية نزلت في 30 يونيو من غير ما حد يقول لها انزلي. هي في الاستحقاقات الانتخابية والاستحقاقات الدستورية والرئاسية هي اللي بتبقى موجودة في أول الصفوف. هي اللي بتشجع الأولاد ان هم ينزلوا، بتشجع أزواجها ان هم ينزلوا. فاحنا بنعول كثيرا على المرأة المصرية في خلال المرحلة القادمة، في خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، من هي تنزل وبكثرة. رسالة حضرتك للمصريين في الداخل، ونحن على بعد أيام قليلة أيضا بتفصلنا للمشهد الانتخابي في الداخل. الحقيقه انا بحب اوجه رساله طبعا للداخل المصري، ان احنا عندنا انتخابات رئاسيه محوريه، عندنا 4 مرشحين ذو تيارات مختلفه، عندنا برامج انتخابيه محترمه جدا موجوده على المواقع الرسميه للحملات، حملات رئاسيه قدرت ان هي في وسط زخم وفي وسط تحديات اقليميه وعالميه ان هي تقوم بالمؤتمرات الانتخابيه وتلتقي بفئات الشعب المختلفه. دعونا لا نفقد هذا الزخم السياسي، دعونا نكون بكثرة في الانتخابات، نكمل على هذه الخطوات، على الانتخابات الرئاسية، نكمل العملية الديمقراطية ونرسي مبادئ الديمقراطية ونرسي مبادئ الانتخابات القادمة والخطوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذة آلاء برانية الباحثة، شكرا جزيلا لك.